سامات حضرتك يمكن ربطت ما بين انتخابات الشيوخ وما بين انتخابات النواب المقبلة. طبعا احنا بنتكلم على ان هي المفروض هتجرى في نوفمبر اللي جاي. هل حضرتك بتعتقد ان هي ممكن تجرى في الموعد المحدد ليها سلفا، ولا ممكن الموعد ده يتم تغييره؟ وحضرتك برضو ربطت ما بين فكرة القوائم سواء كانت المطلقة او المغلقة، وقلت ان ده اضعف من المنافسة الى حد ما. هل ممكن يتغير طبيعة انتخابات مجلس النواب بشكلها اللي كان متفق عليه، حتى يكون هناك زخم، حتى يكون هناك أيضا إقبال من جانب المواطنين؟ لأن حضرتك ويمكن اتفقت مع الأستاذ سليمان في هذه الجزئية إن ده أضعف من المنافسة بشكل كبير. هل ممكن يحدث تغيير على شكل انتخابات النواب، ولا حتتم وفقا لما أعلن عنه مسبقا وليس هناك أي تغيير سواء في الشكل أو حتى في موعد الانتخابات؟ نعم، اولا فيما يتعلق بالموعد، هو الموعد محكوم بقواعد تنظيميه ثابته لا يستطيع احد ان يغيرها، لانه في مواعيد فصول تشريعيه لها مواعيد، اظن طبقا لقانون يعني للدستور والقوانين المنظمه حتى والقانون مجلس الشعب. فالفصل التشريعي الاول بعد الانتخاب لابد ان يلتئم في الاسبوع الاول على ما اظن من يناير، وبالتالي انت بصدد، وقبل هذا الالتئام لابد ان تجري الانتخابات قبلها بمده معينه، وبالتالي انت لست مخيرا في تحديد موعد، او انت ملزم بقواعد تنظيميه حاكمه تتعلق بتوقيتات ثابته، فبالتالي الميعاد ثابت وكامل. النقطه الثانيه المتعلقه بهل يمكن الانتخابات ان تتغير الطريقه؟ لا اظن، لانه مجلس النواب قبل ايام قليله اقر بصفه مبدئيه على ما اظن طريقة إجراء الانتخابات. تقسيم دوائر دوائر المجلس تم إقرارها. نعم، فعلا بالأمس بشكل نهائي. نعم، تقسيم دوائر وعدد وطريقة الانتخاب. لدينا نصف عدد النواب سيتم انتخابهم بالقائمة المطلقة المغلقة في أربع دوائر على مستوى الجمهورية، والنصف الآخر سيتم انتخابهم بأظن 284، النصف الثاني اللي هو 284 بانتخاب فردي مباشر، إضافة إلى على الأقل بما لا يزيد عن 5% يقوم السيد الرئيس بتعيينهم طبقا لما ينص عليه الدستور والقانون. وبالتالي الطريقة ستكون مشابهة فيما يتعلق بالمنافسة، لكن الفارق، ما هو الفارق الذي نتمنى أن يحدث حتى نتجنب؟ أن لا تكون هناك قائمة واحدة في القوائم، أن تكون هناك أكثر من قائمة، وبالتالي نضمن المنافسة. هذا الشيء في غاية الأهمية. النقطة الثانية، طب هنا في هذه الجزئية أستاذ عماد، بتعتقد أن مجموعة الأحزاب اللي هي انضوت تحت قائمة واحدة، هل ممكن يتكرر هذا السيناريو بهذه التكوينة من الأحزاب خلال انتخابات النواب، ولا ممكن نلاقي حزب بيدخل وحزب بيخرج ونلاقي حتى قوائم أخرى بتنافس؟ ظني الشخصي طبقا لما هو موجود من يعني تكهنات وليس معلومات، أن هناك يعني ربما يكون هناك محاولة أيضا مماثلة لوجود تحالف حزبي، بحيث أنك أنت تضمن وجود عدد كبير جدا من الأحزاب المصرية داخل قائمة واحدة، وبالتالي سيكونوا ممثلين داخل تحت قبة البرلمان. هذا شيء جيد لحد ما أن يبقى فيه تمثيل في النهاية لكل الأحزاب، لكن أنا أتحدث عن الطريقة للوصول إلى ذلك، أنه لو عندي كمان مجموعة من الأحزاب الأخرى تقدر تعمل قوائم أيضا وتنافس القائمة الرئيسية، ده يكون شيء مهم جدا. لكن على أرض الواقع أيضا للأسف الشديد قدرة الأحزاب المصرية على تكوين قوائم كبيرة وقوية وتقدر تنافس على مستوى الجمهورية ضعيفة. هنا لا أتحدث فقط عن يعني غياب الانتشار السياسي وغياب الجماهيرية، لا، يعني إذا كانت الأحزاب اللي فيها بالتعبير البلدي فيها الرمى هي موجودة، هتبقى موجودة في القائمة المغلقة، فبالتالي من سيتبقى من الأحزاب هيكون ضعيف جدا. القضية تتعلق أستاذ هشام ب الدوائر الكبرى المغلقة، أنت على مستوى الجمهورية أربع قوائم، أنت محتاج جهاز لوجستي كبير جدا، بشر كتير جدا، إمكانيات مالية مهولة، جهاز إعلامي كفء وقادر على الانتشار والتشبيك، وهذا الأمر ثبت يعني أنه لا يتوافر في مصر إلا للأحزاب التي كانت تكون في يعني قريبة من الحكومة أو تمثل الحكومة أو تحاول أن تمثل الحكومة أو تدعي أنها تمثل الحكومة، وبالتالي التمنيات جيدة، لكن الواقع الحزبي في مصر لأسباب يطول شرحها ضعيف، التربة الحزبية في مصر هشة جدا،
غالبية الناس ما زالت حتى هذه اللحظة تنتخب على أساس ابن الدائرة وابن العيلة وابن القبيلة وابن الفكرة إياها اللي احنا